السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن نجار من قناة حق حلمك. النهاردة إن شاء الله معانا إثبات السحب رقم 17 من موقع ستار كومباني. هندخل ونشوف هنعمل إثبات السحب إزاي وناخد جولة سريعة في الموقع. انتظروني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم تاني، اهلا بكم. ندخل نشوف موقع ستار كومباني النهارده. ده الموقع بتاعنا اهوت زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل تسجيل دخول في الموقع. هتيجي الكباتشة هنا، هنحل الكباتشة مع بعض. دي الواجهة الرئيسية اهو زي ما حضراتكم شايفين بتاعت الموقع. انا معايا هنا 260 روبل، هنسحبهم دلوقتي وبعد كده ناخد جولة في الموقع. هناخد الرقم ده نسخ وهنروح بيه على سحب الاموال. هتفتح لنا الصفحة دي. طبعا هنا هنظهر الباير بتاعنا، وهنا هنعمل لزق للمبلغ 260، وهنا ندوس ينسحب. بس قبل ما ندوس ينسحب هنروح على الباير بتاعنا عشان اعرف انا معايا ايه. انا اخر حاجة انا دفعها 50 روبل. هنعمل ريفرش مع بعض. 50 ريفرش تاني. اخر حاجة انا دفعها 50 روبل. نرجع تاني على الموقع بتاعنا، وهنا هندوس انسحاب ونقول بسم الله. تمام كده، الموقع بالفعل دفع وبيقول اتحقق من رصيد محفظتك. هنروح على تحت علشان نشوف ادي 260 نزلوا وبالنجاح. هنروح على الباير بتاعنا عشان نشوف هل فعلا وصلوا ليه. اخر حاجة الخمسين ايه زي ما انتم شايفين. هنعمل ريفرش. هنا هنلاقي 260 وصلوا بالكامل اهوت، وهنا هنضغط هنلاقي اثبات السحب. ادي اسم الموقع، وهنا ادي 260 روبل. نرجع تاني على الموقع بتاعنا ناخد جولة سريعة فيه. أول حاجة عندنا هي العلاوة دي. حضرتك لو عندك يوتيوب بتبتدي ان انت تعمل فيديو عن الموقع، ولازم يكون ليك إذاعة في الموقع علشان يتقبل. وبعد ما ترفعه على اليوتيوب بتجيب الرابط وتحطه هنا وتدوس إرسال عشان فريق العمل في الموقع يبتدي ان هو يشوف ويديك المكافأة من 60 ل 15 ألف. وعشان المكافأة تزيد ممكن حضرتك تشترك هنا في القناة بتاعتهم، قناة الموقع على اليوتيوب. تاني حاجة عندنا الإعدادات. في الإعدادات هتلاقي كل المحافظ اللي انت ممكن تستعملها في الموقع وتشتغل بيها، بس احنا طبعا بنفضل الباير. هتحط رابط المحفظة بتاعتك ايا كانت هي ايه، وهتنزل تحت كده وتدوس حفظ عشان يتحفظ معاك في اي عملية سحب او إيداع. هنا الإحالات هتلاقي رابط الإحالة، هتديه لأي صديق عشان تاخد من الموقع مكافأة 10% على إيداعاته. هنا التاريخ هتلاقي كل المعاملات اللي داخلة واللي خارجة والسحوبات والودايع اللي انت عملتها كلها هتلاقيها موجودة هنا في التاريخ. ادي آخر سحب اهوت 260، وهنا المستحقات اللي بتيجي كل 8 دقايق. طبعا الودايع، في الودائع هتلاقي الحالة بتاعت الحساب بتاعك، هل فعلا نشط ولا موقوف او مغلق. زي ما انت شايف انا توقف لي واحدة قبل كده اهوت ب 300 روبل، والتانية اللي انا عملتها بعدها على طول لسه شغالة زي ما هي. دول مغلقين، 3 مغلقين، واحدة موقوفة وواحدة نشطة. وقلنا قبل كده برضو ان انت ممكن تسحب والخطة بتاعتك شغالة ونشطة، ممكن تسحب عادي زي ما انا سحبت دلوقتي. لو عندك رصيد في رصيد السحب ومش عايز تسحبه، هتيجي هنا على اختار الخطة. هتختار الخطة بتاعتك وتكتب المبلغ اللي موجود معاك في رصيد السحب، وبعد كده تقول اعد استثمار عشان يتحول على رصيد الاستثمار.
ويستثمر معاك 72 ساعة جديدة. آخر حاجة معانا فوق هنا علشان تعمل إيداع في الموقع. وأنا حابب أقول زي كل مرة، أي حد عايز يعمل إيداع هيعمل إيداع على مسؤوليته هو الشخصية. هنشوف الخطط بتاعتنا اللي معانا، هتلاقي أكتر من خطة عندك. الخطة الأولى في 72 ساعة بتدي 200%، الخطة التانية في 67 ساعة بتدي 235%، الخطة التالتة في 60 ساعة بتدي 290%، الخطة الرابعة في 50 ساعة بتدي 350%، لحد الخطة الأخيرة 8 ساعات دي بتدي 760%. بتبتدي تحط الخطة بتاعتك هنا، وهنا بتشوف نظام الدفع بتاعك ايه، احنا الباير، وبعد كده بتكتب المبلغ لو يكون 200 روبل. هتلاقي العداد هنا بيقولك انت في نهاية 72 ساعة هتاخد 400 روبل بمعدل كل 8 دقايق 0.74. لو هتحط 400 300 هتبتدي تاخد ال 300 دول، هتاخدهم 600 بعد ال 72 ساعة بمعدل كل 8 دقايق روبل بوينت 11. كل ما هتكتب المبلغ هنا هيظهر لك انت هتاخد ايه في نهاية ال 72 ساعة. ده كان الموقع بتاعنا النهاردة. ياريت لو الموقع ده عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.